صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارحم شهدانا وانصرنا على من ظلمنا. أهمية هذه الوقفات أعتقد أنها تسلط الضوء على ما هو يعني واضح، يمكن هذه إشكالية، يعني ما تسلط الضوء على ما هو مخفي، يعني ما خفي يقولون كان أعظم، تسلط على الانتهاكات اللي احنا نشوفها واقعا واضحة قدامنا وبالأدلة وبالبراهين وبال يعني ما نتكلم احنا عن انتهاكات، او نتكلم عن في هذه الوقفات عن انتهاكات مخفية او انتهاكات بدون دليل او انتهاكات. وشفنا تصريح اليوم احد المسؤولين في وزارة التربية يقول الوفاق تبالغ في ما تطرحه من انتهاكات او يعتبرها مغالطات، ولكن الواقع هي موثقة بالأدلة، موثقة بال يعني ما نتكلم عن الأشياء المخفية. يعني الأشياء المخفية على سبيل المثال لما والد الشيخ علي، والد الشهيد علي الشيخ في التحقيقات يضرب على رأسه، هذا حتى بعد التحقيق، يعني يودون التحقيقات كل واحد يدخل يضربه فوق رأسه وكله فوق الرأس، هذا الشيء مو ظاهر للناس ولا هو يعني كتعذيب، ولو جيت طالع رأس والد الشهيد ما يبين لك هذه الآثار. ولما أحد المحققين يقول له معتقل يقول له احنا كل أنواع التعذيب موجودة هنا، ما ينفي ما ينكر هذا المحقق، يقول لك كل شيء موجود من تعذيب عندنا في التحقيقات، يعني ما يقول والله يمكن في الثمانينات في ليفل شوي يجيب لك شاي ويجيب لك ذاك في البداية ويريح، يقول لك احنا ما نعذب واحنا بس الآن يعني أصبحوا هذه أشياء مخفية يمكن الناس ما تقولها، يعني حتى اللي يطلع ما يتكلم عنها. فهذه الوقفات احنا نتكلم عن أشياء وانتهاكات حقيقية، انتهاكات مثبتة، انتهاكات لا يمكن أحد أن ينكر هذه الانتهاكات. الوقفة اليوم مع مجموعة من الشباب معروفين لدينا، وهم قد نذروا أنفسهم لهذه الثورة. لما نقول نذروا ما نبالغ في هذا الأمر ولا نجاملهم، يعني هم فعلا يعني حياتهم وأمثالهم كثيرين، يعني ما تقتصر نشاطهم فقط على مسيرات أسبوعية تصير في شارع البديع أو في كرزكان أو في الدير، ويوميا تقريبا هناك فعاليات، هناك وقفات بشكل يومي في جمعية الوفاق وفي جمعيات كثيرة وفي ساحات كثيرة، وفي بالإضافة إلى الاعتصامات، بالإضافة إلى تأبين الشهداء، بالإضافة إلى كثير من الأمور. هؤلاء هم عصب أو العمود الفقري لهذه الفعاليات. فلما نقول أنهم نذروا أنفسهم لا نبالغ في هذا الأمر، ولا هم فعلا مسيرتهم أو حياتهم أو برنامجهم اليومي أو الأسبوعي أو السنوي هو في خدمة هذه الثورة. وهذه لو لاحظنا إجراءات الداخلية بخصوص المنشدين أو المخطرين عن المسيرات الرسمية أو المخطر عنها، خلنا نقول مي رسمية، المسيرات المخطر عنها وفق القانون دولة البحرين، لاحظ جميع المسيرات اللي تطلع بعد انتهاء المسيرة الداخلية تتخذ إجراءات، هي إجراءات غير قانونية ولكن تتخذها لأنها تملك القوة وتستدعي المخطرين وتستدعي المرشدين، تعال وقع على إفادة أن أنت كذا سويت كذا واكتب أقوالك، حتى لو أقوالك ما فيها يعني إدانة بس كملف لكل شخص أنه والله إحنا عندنا ملف موجود في النيابة في أي وقت نقدر نحركه، والهدف منه هو وقف هذه المسيرات المخطر عنها. من يقول أن هذه المسيرات لا تجدي وليس فيها، النظام يخاف من هذه المسيرات ويريد أن يمنعها، حاول بكل الوسائل. الآن الوسيلة اللي عند اللي ما زال يعول عليها أن هؤلاء المخطرين أو المنشدين أن يبتعدون عن هذه المسيرات وهذه الاعتصامات، أن والله يا أستاذ عبد الجبار، يا أستاذ حسن سهوان، أستاذ مهدي، فلان فلتان، أن أنتم خلاص ابتعدوا، تعبون روحكم وسجن وممكن فصل بعد لأن ثبت شيء، لا تشارك. لكن هذه يعني ورقة محروقة، ورقة بائسة لن تؤدي إلى مزيد. وهذه الثورة هي ثورة ولادة، يعني ما راح تعتمد فقط على الأخوة، في غيرهم راح يطلعون وفي غيرهم
يتوالدون. يعني هذه البحرين هي ولادة منذ وهي رائدة في كل المجالات، ليس فقط في هذه الثورة، البحرين رائدة في كل. نلاحظ أيضا يعني حتى لو كانت مسيرات، بعطيكم مثال، يعني احنا كان عندنا مسيرة عن الإسكان، واختار عن مسيرة عن الإسكان، يعني لا هي سياسية ولا هي، كان مفروض سلسلة بشرية، قالوا لا سلسلة بشرية ما يصير، غيرنا العنوان، كتبنا اعتصام على امتدار الطريق، وحاطين لهم الصورة الطريق امتدار الطريق، وحاطين عقب ما خلصنا المسيرة استدعونا قصدي الاعتصام او شلون سويتون سلسلة بشرية؟ شلون وقفتون على طول الطريق؟ اقول لهم ده كل اختار مكتوب فيه امتدار الطريق، محطوط خط زين، هذا يعني اذا كان يعني هذه ولا هي مشاعرات سياسيه ولا هي بس تحجج يعني او محاوله مثل ما التعسف في استعمال القانون بغير قانون. الشعارات اللي تطرح في هذه المسيرات، اما ان تكون شعارات خاصه بالفساد وهي ماخذينها من تقارير الرقابه الماليه، مو احنا جايبينها من عندنا، كلها مستقاه من تقارير الرقابه الماليه اللي يوضح الفساد الاداري والمالي بشكل سنوي. وقلنا بدينار او مو بدينار، هذه موجوده في ان المرفا المالي في تقرير لجنه الاملاك الدوليه يوضح انه بيع بدينار، يعني مو احنا جايبين عندنا مثلا. تحمل المسؤوليه لما يقول ان راس النظام يتحمل مسؤوليه انتهاكات، مو احنا، تقرير بسيوني واضح ان كل شخص يتحمل مسؤوليه، والملك قال انه يعرف كل شيء يوجد في هذه البلاد، فلما يطرح شعار ان الملك يتحمل مسؤوليه هذه الانتهاكات، هذا ما في يعني شيء تجاوز، ولا في تجاوز للقانون، ولا في تجاوز للدستور، ولا اعتداء على الذات الملكيه. هذا بسيوني وضح وقال ان تعدد المسؤوليات الكل يتحمل مسؤوليته، واضحه. لما تكلم عن الفساد مثل ما قلنا واضح الفساد في كل، فما في لما يتكلمون عن رئيس وزراء كرئيس وزراء، واحنا مفهوم الوفاق ان رئيس وزراء هو خادم لهذا الوطن، يعني وظيفه خادم، انت مو تشريف وتكليف. لما انتقد هذا كمركز او كمنصب، ما في لا الدستور ولا الميثاق ولا شيء يعطي حصانه الى هذا المنصب، فما في شيء قانوني او ما في شيء يعطي النظام ان هذه الاجراءات اللي يقوم بها في مضايقه المنشدين اللي يطرحون هذه الشعارات. او يسالك عن شعارات سياسيه، زي مسيره سياسيه وجمعيه سياسيه، وش تبغى تسوي؟ يعني تكلم عن وش؟ فالهدف مثل ما قلنا هو يعني وقف هذه المسيرات، وقف هذه الاعتصامات، هذا الهدف الاساسي، تخويف. واحنا قالوا لنا يعني ليش ما تتباعدون انتم؟ لا تجيبون اختارات، لا تسوون، خلي الناس غير يجيبون اختارات، يعني وهذا يعني هي رساله من انا اعتقد رساله الشعب، ان الشعب راح يواصل في هذه المسيره، راح يواصل في هذه الوقفات، راح يواصل في هذه الاعتصامات، وراح يلتزم القانون حتى لو قلتم انه غير قانوني. في يعني سياسه عند هتلر اعلاميه يقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، هذه في الاربعينات، يعني اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، وفعلا الان سياسه النظام الاعلاميه هذه اكذب اكذب، ما عندنا موقوفين راي، ما عندنا معتقلين سياسيين، اللي موجودين كلهم جنائيين. زين هذول الاخوان وش تهمتهم يعني؟ وين الجنايه اللي سووها يعني؟ شنو الجنايه؟ ها؟ ابراهيم شريف شنو جنايته يعني؟ شنو الجنايه اللي سواها؟ اعطونا يعني نبغى نعرف احنا. يعني نبغى شيء قولوا شنو سوى الجنايه اللي ارتكبها على اساس انه يظل في هذا. نبيل رجب ايضا، فهذا مثال صارخ الى معتقلين الراي. هذا جوده ميكروفون وقالوا شعارات في مسيره مرخ مخطر عنها مسجله ومصوره والكل يشوفها، يعني ما بعد قالوا شيء غلط او قالوا شيء. وشكرا.